كان خش يا عم كريم. نجم نجوم النادي الاهلي. احنا عايزين حته توتو بقى، حته توتو كده. كابتن صالح جمعه نجم نجوم النادي الاهلي، ببارك لك يا صالح طبعا على البطوله. عندك اصرار وعندك عزيمه وادائك مميز جدا في التدريبات، بتستنى الفرصه وبتستنى كرم ربنا وبيجي لك الحمد لله. حابب تقول الاول في البدايه على البطوله وشايف الفتره اللي فاتت ازاي صالح بالنسبه لك؟ طبعا اول حاجه طبعا بمسي على فرات النادي الاهلي وكل الناس الموجودين. في البدايه طبعا حابب ابارك لجمهور النادي الاهلي على بطوله الدوري الغاليه. حابب ابارك لمجلس اداره النادي الاهلي واللاعيبه الرجاله دي. طبعا الحمد لله ماشيين بشكل كويس، طبعا ماشيين بشكل كويس، وصلنا نهائي افريقيا، والنهارده الحمد لله بنحتفل بتتويجنا بالدوري طبعا، ومكملين ان شاء الله في الكاس. ان شاء الله باذن الله اللعيبه عندها تصميم بشكل كبير باذن الله، ان هم ان احنا ان شاء الله السنه دي اي بطوله نخشها ناخدها باذن الله. وفي تعهد من اللعيبه كلها، ان اللعيبه كلها متعهده ان شاء الله باذن الله ان احنا نعمل حفله تانية باذن الله، ونحتفل ساعتها بالثلاثيه ان شاء الله باذن الله. كلام كتير الفتره اللي فاتت، لكن صالح عنده هدف، تركيز في الملعب، اصرار. ناس تقول لك صالح زايد، صالح، لكن صالح بيركز بشكل، انا بشوف عن نفسي الكلام ده في التدريبات، ودي سبب من سبب صالح. يمكن الناس ما تعرفش صالح في الملعب، لا صالح بيموت نفسه في الملعب، لكن هي الفرصه، فرصه وتوفيق عند ربنا، بيجي لك وهيجي لك ان شاء الله صالح. هي فرصه ولما يبقى معاك مدير فني بيرجع الثقه للعيبه وبيرجع الحب للعيبه وبيقرب الناس من بعض، الموضوع ده بيفرق بشكل كبير جدا. قبل 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 كشخصيات في 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 الفريق بيرجع بالايجابي على المجموعه. فطبعا الراجل من ساعه ما جه بيتكلم مع الناس اللي بره قبل ما يتكلم مع الناس اللي جوه، بيتعامل مع الناس كلها بشكل محترم بشكل كويس، الناس كلها بتاخد فرص. اديك شفت يعني في عدد ماتشات قليله معظم الناشئين لعبوا، صالح دخل ولعب، كل واحد بياخد فرصته، كل واحد بيتعامل بشكل كويس، بيتعامل بشكل محترم، وده الاهم بالنسبه لي، التعامل بشكل محترم والتعامل بشكل راقي يليق بالنادي اللي احنا موجودين فيه ويليق بيك كمدير فني النادي الاهلي. ده اللي احنا طالبينه مش اكتر من كده. فالراجل طبعا عامل حاله كويسه جدا ما بين اللعيبه، احنا مبسوط ان هو موجود معانا، وزي ما انت قلت الواحد مركز في شغله، مركز ان ياخد فرصه واثنين يقدر يثبت ان هو جدير ان هو يبقى موجود في نادي كبير زي النادي الاهلي، ويبقى ويثبت ان هو ان شاء الله باذن الله ان هو يستحق مكان احسن من كده. جمهور النادي الاهلي بيساند وبيدعم بشكل كبير، وتحديدا مع صالح جمعه، يعني في اي مباراه في اي دقيقه صالح بيلعبها عارفين قيمه صالح الكبيره وعارفين ان صالح عنده اكتر من كده. بتشوف الدعم والمسانده دي مش جديده طبعا على جمهور النادي الاهلي، لكن انت كصالح جمعه بتشوف الامر ده ازاي؟ يعني انا كصالح بالاخص، يعني انا بحس اذا كان الجمهور حابب صالح ولا مش حابب صالح. طبعا يعني انا بشكر جمهور النادي الاهلي على الدعم اللي بيقدمه لي خلال الفتره اللي فاتت، حتى وانا بعيد باخد 10 دقايق وربع ساعه ثلث ساعه، الناس يعني الحمد لله بتتعامل بشكل ايجابي مع الموضوع. الدعم اللي انا باخده من جمهور النادي الاهلي والسبورت اللي انا باخده ده بجد هو اللي بيخليني ان انا بيبقى عندي لسه طموح، وان انا عايز اتمرن، وان انا عايز ابقى موجود، لان انا بشوف رد فعل الناس في الشارع ورد فعل الناس في الملعب والكلام ده كله، فده بيديني انطباع كويس جدا ان انا افضل مكمل وان انا افضل دايس. وبشكرهم طبعا، ودي مش غريبه على جمهور النادي الاهلي. انا بقى يمكن بقى لي فتره طويله، انا داخل النهارده في سادس سنه في النادي الاهلي الحمد لله، يعني دايما جمهور النادي الاهلي عمره ما تخلى عني في اي وقت، فبقول لهم مبروك وبقول لهم شكرا. يعني تقول لي التوت ايه كهرباء؟ التوت طبعا عمال ادور عليه، كان هو عمال يتنطط في كل حته، ده كهرباء فاهم. بس يعني لعيب مؤثر، شفت النهارده لما بيبقى مركز وبيلعب انت شايف الفارق، يعني بيلعب وبيتحرك وبيروح وفي انطلاقات. كهرباء لعيب كبير مش هنتكلم عليه، لعيب مؤثر ووجوده مفيد للنادي الاهلي طبعا، فاحنا مبسوطين ان هو موجود معانا وعامل حلقه كويسه جدا ما بين اللعيبه، ودمه خفيف وجدع ومحترم وكل حاجه، فاتمنى له التوفيق طبعا، ومبسوط له بالجون النهارده. انا طولت عليك، لكن افريقيا صالح وافريقيا اهلي هو ده النداء الكبير لكل جمهور النادي الاهلي. طبعا هو ده الهدف بالنسبه لنا خلال الفتره اللي جايه، كلنا مركزين في الهدف ده بس، ما عندناش اي حاجه ثانيه نفكر فيها خلال الشهر ده غير في الفاينل ان شاء الله، عشان باذن الله السنه دي مش هنسيب البطوله باذن الله. حبيبي ربنا يخليك.